مستشفى اي بي سي. ما شاء الله ما شاء الله، من اول ما انت داخل المدخل طبعا انت بتشوف الامن، ودي حاجه لفتت نظري جدا، الكمامات، كل الوسائل الاحترازيه. بتدخل من باب المستشفى لازم تتعقم، لو انت الكمامه دي لو معوجه شويه بيوقفك ومن فضلك وظبط. دي حاجات يا جماعه مهمه قوي، والتفاصيل دي مهمه جدا جدا جدا، وخصوصا مش هقول عشان احنا فنانين بقى وبنهتم، لا، كل الدنيا دلوقتي بتهتم، سواء فنان او مش فنان. مهم قوي ان انا ادخل مكان الاقي المكان ده نظيف جدا، الاقي المكان ده بيهتم بصحتي، الاقي المكان ده حريص جدا انك ما تدخلش ولا تضر ولا تضر. فبالتالي طبعا ما شاء الله ما شاء الله انا كنت مبهورة بالمستشفى، لان انا عارفة قد ايه دكتور محمد ضيا بيهتم قوي قوي قوي. ما شاء الله انا سعيدة قوي ان في مصر في مستشفى بالنظافة دي، في ممرضات بالنظافة دي، بالاهتمام ده. انت بتبقى جنب المريض طبيعي، ودي بنت اخويا يعني بنتي، انا جنبها عايز اعمل كل حاجة يعني حقيقي من كتر التوتر، وانا معروف عني ان انا متوترة على طول، ان لا طب نعمل طب نسوي، ما تدونيش فرصة حتى ان انا افكر ان انا اقوم اساعد، اقول لا نعمل كذا، اقول مش انا كنت قاعدة هانم كده سلطانة زماني زي ما بيقولوا. وكان عندي ثقة طبعا في الدكتور وما شاء الله في المستشفى، قد ايه الدنيا زي الفل، قد ايه كمية التعقيم، ما شاء الله ما شاء الله. وانا بشكر دكتور محمد ضيا سرحان، وبقول له يا رب ان شاء الله علاقتنا تفضل مستمرة على طول على خير، حقيقي مش خسارة بجد فيهم دكتور محترم زي دكتور محمد ضيا سرحان.